خامسا أن يلتف حول الولاة وأن يكون الجميع يدا واحدة، فإنه بالولاة تستقيم أمور الناس في الدين والدنيا بإذن الله، وكتب السلف شاهدة بذلك لما عظم الأمن لما ذكره إبراهيم في أول دعوته، لأنه بالأمن بإذن الله تحفظ لك كل ضرورياتك في هذه الحياة. ما هي ضرورياتك في هذه الحياة؟ دينك، نفسك يعني دمك، مالك، عرضك، عقلك. فبالأمن يحفظ الدين بإذن الله، بالأمن تحفظ النفوس والدماء بإذن الله، بالأمن تحفظ الأعراض من أن تنتهك، بالأمن تحفظ العقول من المخدرات والمسكرات، بالأمن تحفظ الأموال. ضروريات خمس يحتاجها كل مسلم، لا يمكن أن تقوم لها قائمة إلا بوجود الأمن، ولا أمن لا وجود لها إلا بالأمن بإذن الله، ولا وجود لأمن إلا بالولاة.